الفنان سمير غانم على جهاز التنفس وكورونا ليس السبب، صحيفة تكشف تفاصيل حالته الصحية. رسالة جديدة من دنيا سمير غانم بشأن حالة والديه الصحية. نرجوكم ادعوا لهما. رامي رضوان يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز. رامي رضوان: اغلب ما ينشر عن حالة سمير غانم غير صحيح، ارجوكم اتقوا الله. بعد نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز الى العناية المركزة. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع سمير غانم. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة ويخضع للتنفس الصناعي. كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري سمير غانم أن الحالة الصحية للفنان غير مستقرة وما زال بغرفة العناية المركزة ويخضع للتنفس الصناعي. وأضاف المصدر أن الفنان دلال عبد العزيز ما زالت حالتها مستقرة نوعا ما وتتلقى العلاج اللازم وبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا، كما يتم عمل جلسات أكسجين لها لتنظيم النفس. ونفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير إصابة غانم بفيروس كورونا، وأكد أن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته غير صحيحة تماما، وأن الفنان دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجودة داخل مستشفى عزل. وقال حينها أن سمير غانم تعرض لوعكة صحية حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن ومن المقرر أن ينزل إلى الغرفة خاصة بعد يومين. ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز أحد مستشفيات العزل منذ 4 أيام بعد إصابتها بضيق في التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ إجراءات العلاج اللازم بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة. رسالة جديدة من دنيا سمير غانم بشأن حالة والديها الصحية. نشرت الفنانة دنيا سمير غانم أمس السبت رسالة بشأن الحالة الصحية لولديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد دخولهما المستشفى للعلاج من خلل في الكلى وفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما جاء في سبوتينك عربية. وشاركت دنيا سمير غانم دعاء مؤثرا لولديها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الانستغرام للتواصل الاجتماعي، كان من بين كلماته: اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية. اللهم داوي سمير غانم ودلال عبد العزيز بدوائك واشفهم بشفائك وغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم خذ بيدي واحرسهما بعينيك التي لا تنام. اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم إن نسألك شفاء جميلا ودودا حنونا نرى فيه آياتك. وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم شقيقة دنيا سمير غانم نفس الدعاء عبر حسابها على انستغرام. وكان الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم كشف قبل أسبوع عن الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز، إذ كتب عبر حسابه على فيسبوك: لكل متابعينا الغاليين أرجوكم الدعاء لحبيبنا، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام، أغلى وحب وأنقى الناس حبيبي الأستاذ سمير غانم والأستاذ دلال عبد العزيز، وهم في المستشفى حاليا لتلقى الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما. ونقل الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا. بوابة الأهرام تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم. علمت بوابة الأهرام أن الفنان سمير غانم تم وضعه على جهاز تنفس صناعي في المستشفى الذي يتلقى العلاج به بمنطقة المهندسين، وما زالت الحالة الصحية لأيقونة الكوميديا المصرية غير مستقرة في ظل معاناته من مشاكل في الكلى، وحول حقيقة إصابته بفيروس كورونا من عدمه في ظل ما تردد أن المشاكل الصحية التي يعاني منها ليس لها علاقة بكورونا. فإنه طبقا لآخر منشور رسمي صادر من أسرة سمير غانم ذكر أن الفنان الكبير أصيب بفيروس كورونا، وذلك طبقا لما أعلنه زوج ابنته الإعلامي رامي رضوان في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ عدة أيام.
ولم يصدر عن الأسرة بعدها أي نفي لإصابة سمير غانم بكورونا، وما زالت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخضع للعلاج من فيروس كورونا في أحد مستشفيات العزلة، وكانت آخر تحليلها إيجابية لفيروس كورونا. وتتواصل حملات الدعاء بشفاء للنجمين الكبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نجوم الفن وعلى رأسهم ابنتي سمير غانم دنيا وإيميا. مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لسمير غانم. كشف مصدر طبي لموقع صدى البلد المصري الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وقال إن حالته حرجة جدا، وأضاف أنه لا يزال يخضع للتنفس الصناعي بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له. وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع انستغرام، وكتبت: اللهم يا واسع العطاء ويا منزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشفي دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وتابعت: اللهم اشفي دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى ليعودوا كما كانوا، يا رب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما أبدا. وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية قد كشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى، وقال زكي إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرا، خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعض الأزمات الصحية في الكلى، بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وأيضا، ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى في أقرب وقت. سمير غانم حالته الصحية حرجة، مصدر طبي يطلب الدعاء له ويكشف تفاصيل الحالة. أعلن مصدر طبي أن حالة الفنان سمير غانم الصحية ما زالت حرجة جدا حتى الوقت الحالي، وأنه ما زال يوضع على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وطلب من جميع متابعيه ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل. وقامت ابنته الفنانة دنيا سمير غانم بتوجيه رسالة مليئة بالعديد من الدعوات إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ووالدها الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم، هذا جاء من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهيرة انستغرام، وكتبت قائلة: اللهم يا واسع العطاء ويا منزل الشفاء ويا رافع البلاء. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض الفنان سمير غانم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.